السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت تيجي تتفضل تزورونا في القناة بتاعتني. احنا اتنين سلايف مع بعض. أنا وسيلفتي بنقدم الأكل السعيدة والحياة السعيدية بكل ما فيه، يا ريت تيجي تدعمونا في القناة وتزوروني. احنا بنقدم الأكل السعيدي متنوع، واحنا اتنين في بيت واحد، وهنصور لكم يومياتنا ان شاء الله مع بعض، وهنعملوا ايه اكل، وازاي احنا مع نمشي حياتنا السعيدية، وهنوريكم كل حاجة. وإن شاء الله يا رب يكون الفيديوهات بتاعتنا تعجبكم بإذن الله. يا ريت تعملوا لنا دعم في القناة واشتراك، وما تنسوش تزورونا في الحياة السعيدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه رايك يا ست الكل في البسبوسه الجميله دي المرمله، بسبوسه الاكياس؟ الطريقه جميله خالص وسهله وبسيطه. بعد ما شفتوا قناه صعيديه، قناه الحياه الصعيديه، وشفتوا الفيديوهات بتاعتها وشفتوا جمال الفيديوهات بتاعتها، اتمنى منكم انكم تدخلوا عنديهم وتنوروهم وتشرفوهم كده في القناه وتدعموهم، عشان كده يشجعوا وكملوا في القناه. يا ست الكل، انت وهي وحبايب متابعينه في كل مكان، اتمنى منكم قناة الحياة السعيدية دي تبعي، اتمنى منكم انكم تشرفوها، كل اخواتي وبناتي تشرفوها في القناة، وتكتبوا لهم كومنت حلو كده منيكم، واشتراك حلو ولايك حلو كده منيكم، عشان باذن الله يستمروا في نشر المزيد. زي ما حضراتكم شايفين، زي ما شفنا قناة الحياة السعيدية وشفنا جمالها وشفنا جمال فيديوهاتي، يلا ندخل على البسبوسة بتاعتنا الحلوة المرملة دي، ونشوف جمال البسبوسة بتاعتنا عملناها ازاي. البسبوسة بتاعتنا يا ست الكل، المكونات بتاعتها بسبوسة الأكياس، احنا هنعملها بطريقة سهلة خالص وهتكون معاكي مرملة زي الفل. المكونات بتاعتك: كيس من البسبوسي، وعلبة زبادي، ومعلقتين كبار شربات تقيل، ومعلقتين كبار من السمنة زي ما حضراتكم شايفين، وهاخد اقل من ربع معلقه من البيكنج باودر، اقل من ربع معلقه صغيره خالص اهو زي ما حضراتكم شايفين بيكنج باودر. دي مكونات البسبوسه بتاعتي. اول حاجه هجيب الطبق اللي انا هعجن فيه البسبوسه، وهنزل كده بكيس البسبوسة. كيس البسبوسة ديتا او كيس السميد او كيس الساموليني فيه الكمية بتاعته حوالي كوبايتين من الدقيق الساموليني، كوبايتين من دقيق السامولينا هو كمية الكيس، كوبايتين من دقيق السامولينا، ونزلت عليه بمعلقتين السمنة زي ما حضراتكم شايفين، وهفضل افرول كده اشرب الدقيق السامولينا بتاعي او دقيق السميد بالسمنة لحد ما يبقى معايا مفرول وحلو ومتشرب خالص معايا من السمن زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. لازم عشان تبقى حباية السميد متشربة معاكي من السمنة وتبقى معاكي حلوة وكويسة، لازم كده ايه تفروليها بالشكل ده عشان تكون معاكي البسبوسة مرملة وحلوة زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين البسبوسة بتاعتنا كده انا شربتها كويس من السمنة، وهنزل بكوبايه معلقتين الشربات التقيل، شربات التقيل اللي هو بتاع الحلويات، هو ده اللي انت هتضيفيه، او ممكن معلقتين من عسل الجلوكوز، او ما كانش في عسل جلوكوز يبقى معلقتين شربات بالشكل ديتا، الشربات يكون تقيل، وهقلب الدقيق السميد مع الشربات. وهنا هحط قلنا اقل من ربع معلقه يا ست الكل، لازم ما تكتريش من البيكنج باودر، البيكنج باودر بيخليها كده تشقق معاكي وبخليها تبقى مفروشه وتبقاش حلوه يا ما تكتريه، لكن لما تحطي كميه قليله هتديها تنفيسه حلوه وتبقى معاكي البسبوسه حلوه زي الفل. وحطيت علبه الزبادي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وهلم البسبوسه بتاعتي لم حسب العجينة بتاعتي محتاجة معلقة مية، معلقة خالص صغيرة خالص اهي زي ما حضراتكم شايفين، وهقلبها بردك تقليب، ما اعجنش البسبوسة عجين معايا، هقلب البسبوسة معايا تقليب اهو زي ما حضراتكم شايفين بلمها لم.
وهذه بالصينية بتاعتي اللي أنا هفرد فيها البسبوسي. الصينية تدهنيها طبعا لازم تدهنيها كده بالسمنة من تحت اهو زي ما حضراتكم شايفين، وانا مشغلة الفرن بتاعتي على درجة حرارة 200، واشغل الشعلة اللي تحت بس عشان البسبوسة بتاعتي تستوي من تحت، وبعد كده لو احتاجت مني لون من فوق هشغل الشواية من فوق. ده قوام العجينة بتاعت البسبوسة تكون معاكي بالشكل ده، لا هي جامدة معاكي جوي ولا هي سايبة معاكي، تكون ده شكل العجينة وتكون بالشكل ده. هسوي الجوانب كده بتاعت الصينية بتاعتي من فوق زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده اهو، وهخبطها خبطتين كده على الرخامة عشان تستوى معايا وميبقاش في اي فراغات في الصينية معايا. طبعا التزيين من فوق دي على حسب رغبتك انتي وعلى حسب الموجودة عندك. انا عندي سوداني هزينها من فوق بالسوداني بالشكل ده، هرصه بالشكل ده. ويا ريت يا بنات واخوات وحبايب متابعيني في القناة تروحوا لقناة الحياة الصعيدية وتكتبوا لهم كومنت حلو كده، وتقول لهم انكم انتوا جايين من عندي من عند قناتي يعني من عند ام عادل ومريم. هتلقوا فيها اكلات صعيدية حلوة، انا عارفة انكم انتوا دايما بتحبوا الاكلات الصعيدية، هتلقوا فيها اكلات صعيدية حلوة وجميلة. واسيب لكم الرابط بتاع القناة بتاعتهم في التعليق المثبت اسفل الفيديو عشان تقدروا توصلوا القناة بكل سهولة، هتدوسوا على التعليق المثبت هتدخلوا في القناة بتاعتهم على طول. ده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما احنا زيناها بالسوداني وهنحطها دلوقتي في الفرن. هنا الشربات ده بردك سر من اسرار عمل البسبوسي، الشربات بتاعك للبسبوسة عشان تكون معاكي طرية ومرملة وحلوة يكون الشربات معاكي خفيف، يكون الشربات بتاعي خفيف. كوبايتين من المية عليهم كوباية من السكر ونص عصرة ليمونة. واحطهم على النار يغدو لهم كده حوالي 5 دقايق او 4 دقايق على النار من بعد ما يغلوا. وبعد كده يكون الشربات معايا دافي ويكون البسبوسة معايا سخنة. هذه البسبوسة زي ما حضراتكم شايفين بعد ما طلعت من الفرن طلع ما شاء الله عليها، لا هي مشققة ولا هي فارشة ولا هي اي حاجة معي، طلع زي العسل. البسبوسة سخنة قلنا والشربات دافي، وهزق البسبوسة بتاعتي بالشربات لحد ما ايه اغطي البسبوسة بتاعتي بالشربات من فوق، وهي طبعا واسيبها هي تشرب الشربات براحتها، مش كل ما تشرب انا اضيف لها، لا انا هضيف لها كمية الشربات بتاعتي كده مرة واحدة واسيبها تشرب الشربات بتاعها براحتها. ونصح مني ست الكل تعملي البسبوسه بتاعتك تعمليها النهارده، لازم تقطع منها بكره وتاكليها تاني يوم. انا بس صراحه قطعت منها على طول يعني من بعد ما طلعتها من الفرن وزقتها بالشربات وقطعت منها وريتها لكم، ما سبتهاش لتاني يوم. ودي البسبوسه بتاعتنا بعد ما شربت الشربات طالعه زي الفل، شايفين بسبوسة شايفين جمالها طرية وحلوة واللون جميل جدا ومظبوطة زي الفل. هطلع كده من البسبوسي واوريها لكم، شايفين البسبوسة شايفين جمالها شايفين اللمعة بتاعتها شايفين الترميلة جميلة جدا. ودي اسرار عمل البسبوسي في الاكياس، وكل اللي بيسألوني ودايما محتارين في عمل البسبوسي دي طريقة البسبوسي. انا عملت لكم كيس واحد وانت تزود المقادير، وما تنسوش تروحوا لقناة الحياة الصعيدية.